هاني شاكر. نو كومنت. خلاص كده ابتديناها كده. عدويه. عدويه مين بقى؟ محمد عدويه. محمد عدويه بحبه. وقول لي تعليق عليه هو وابنه. هو احمد بحبه الاثنين. طب قول لاحمد عدويه ومحمد عدويه حاجه. بحبكوا يا عم احمد عدويه، ربنا يقومك بالسلامه يا رب ويخليك لعيالك. طب بتحب له اغنيتي؟ كل اغاني جميله طبعا. اكتر اغنيه تقول اجمد اغنيه لعم احمد عدويه. تعرف تغني كركشانجي؟ لا يا بت، لا يا بت السلطان. بنت السلطان. طب ما تغني لنا من ناحيه. لا معلش. لا معلش معلش. عبد الباسط حمود. طبعا حبيبي ده كان لسه مكلمني الصبح. ليه بيقولوا له الحكمدار؟ لا ده الوحش مش الحكمدار. الوحش. مش هيجي تاني. مش هيجي زيه تاني خلاص. هو وحش فعلا. ربنا يديله الصحه يا رب ويخلي له عياله. امين يا رب. حكيم. قبل ما نروح لحكيم، ايه اللي بيفرق مطرب شعبي عن مطرب شعبي تاني؟ كل المطربين الشعب واحد. ايوه انت دلوقتي مثلا قلت دلوقتي عبد الباسط حموده مش هيجي زيه. وحش. وحش. اذا يبقى في فرق ما بين مطرب شعبي وفي مطرب شعبي تاني. في طبقه صوته. هو عنده طبقه صوت مش عند حد يعني. يبقى اذا الفرق في طبقه الصوت قصدك يعني ده اللي بيفرق مطرب شعبي عن مطرب شعبي، ولا بيفرق مطرب عن مطرب؟ لا 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 طبقه الصوت بس. طب الحضور؟ والحضور برضه اكيد. وحكيم طبقه صوته جميله وقوي برضه. حكيم قوي برضه. هتقول لحكيم ايه؟ ربنا يوفقه برضه، حد محترم يعني. تقول شويه اسماء. طيب انا اقول لك شويه اسماء تانيين. طب معلش انا هرجع تاني للفنان هاني شاكر. ليه قلت نو كومنت على هاني شاكر؟ نو كومنت ليه كده؟ ليه؟ معلش مش عايزين يعني. هو نو كومنت خلاص يعني. انت لسه في جواك حاجه لا لا تجاه لا. الفنان هاني شاكر عشان هو الله يسهله ويخلي لعياله بس. هو ايوه. طب انت ما سامحتوش مثلا؟ ممكن هو كان عمل فيك حاجه. انا سامحته بس احنا مش عايزين كلام في الموضوع ده فعلا. تأثر الشر يعني. بس احنا معانا مين تاني؟ معانا محمود الليثي. طبعا اخ ليا طبعا حبيبي. لسه عامل لي فيديو لتاج جوه. فيديو ابو السيد. هو اسمه ابو السيد. عنده عيل اسمه اسمه السيد. اسمه السيد. هو ابو السيد وانت ابو تاج. فاعمل لك فيديو. عمر كمال حبيبي وجدع وطيب وبس يعني كل واحد بيبقى مشغول في حياته. بس تقول ولا اقول؟ حسن شاكوش. رب يعمل عمره وربنا يجيبه بالسلامه. اخر مره تقابلته امتى؟ اخر مره تقابلنا يجي من 15 يوم كده. 15 يوم؟ بعد كده ما تقابلتوا؟ انتوا متعودين ان انتوا تتقابلوا كل فتره طويله ولا؟ ممكن في الشغل نتقابل وممكن نقعدوا مثلا بال 20 يوم ما نشوفوش بعض. 20 يوم وممكن نسافروا مع بس بعض. بس بتتكلموا كتير. نعم بنتكلموا. مصطفى حجاج. مصطفى حجاج حد كويس برضه. ليك تعامل معاه؟ تعاملت معاه مره كنا عاملين انا وهو اغنيه وما كملتش. ليه بقى ما كملتش؟ وانا المفروض اللي انا غنيت فيها وهم دخلوا حد تاني. شالوا صوتك من الاغنيه. ما تعرفش ليه؟ لا ما اعرفش. بيك انت بتحس ان الناس ممكن تنافسن عليك يعني؟ تحس من الشخص اللي بينافسن عليك ان ده بينافسن عليا ولا ما؟ لا والله سايبها على الله. مش يعني مش بحط في دماغي اللي ينافسن او اللي ما ينافسنش يعني. دي حاجه بقى دي بتاعته. بس معروف ان في الوسط في نفسنا اكيد بتحصل. كتير كتير كتير. ما فيش حد بيحب حد يبقى احسن منه. بس انت ما عندكش القدره ان تعرف ان الشخص ده بينافسني ولا عمري ما ولا تركز. عمري ما قرات لحد اي حاجه حلوه. بحب الناس كل الخير. لا طب العكس يعني ان واحد منافس منك مش انت بحس بيه. مش بتحس بيه عشان انا قلب ابيض. فعادي بقى هو نفس دي بقى بتاعته. بس اللي انا احس بيه اللي هو منفسن على دي مش عشان انا عايش طبيعي عادي. والله انت جميله بيك. بس يا والله جميل. طموحك وصل لغايه فين؟ نفسك تعمل ايه تاني؟ نفسي اعمل ايه تاني؟ نفسي اعمل لبنتي كل حاجه حلوه في الدنيا. طب ومهني؟ مهني؟ في الشغل يعني. هيجي عليا وقت وابطل. تبطل؟ ولما تبطل هتشتغل ايه؟ انا عندي الاستوديوهات بتاعتي وعندي يعني هشتغل. انا عارف اشتغل. بس انت عارف ان انت في وقت معين هتبطل غنى خالص
وهتبقى بتمانج بقى وبتدير الاستوديو. هبقى راجل بيزنس. هتبقى بيزنس مان. كنت راجل بيزنس وكان عندك مطعم والمطعم كان شغال كويس ما شاء الله. كان عندي 3 مطاعم وقفلتهم. قفلتهم ليه بقى؟ خسرت، والمفروض انا كنت بقى لازم اعيد لهم، بس انا كان سفري وشغلي ما كانش يعني صاحب بالين كذاب. وغير كده انا يعني كنت مشغل ناس ما عندهمش ضمير، فاللي كان بيسرق يسرق واللي كان بيدمر حياتي يدمرها. يعني انت بتصدق بقى في صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق؟ لا هو ما فيش الكلام ده، يعني انا الناس شايفاني حمو بيكا، فلما جبت الناس تشتغل ما شافتش اللي هو اللي انا فاتح لهم مصدر اكل عيش ليهم، فهم كانوا بيسرقوا، فلقيت نفسي انا بحط من جيبي قفلت المشروع. نكمل الصور؟ يلا بينا. عمرو دياب الهضبه. بس كده؟ لا طبعا. لا ده ما يتقارنش. ليه نجح كل السنين دي؟ يعني داخل على اكتر من 40 سنه ولا 40 سنه؟ على القمه. لا هو عدى ال 40 سنه. 40 تقريبا. شغل فن يعني. 37 38 في الحدود دي. هو على طول في القمه. ايه بقى سر النجاح؟ سر النجاح عشان ما بيظهرش كتير. انت بتظهر كتير؟ شغلنا هيحكم علينا بكده. طب ما هو شغله بيحكم عليه كده. لا بس شغله غير شغلنا احنا. ايه الفرق بقى؟ يعني احنا بننزل اللي هو اماكن السهر نشتغل فيها، احنا بننزل افراح كل يوم. ممكن هو بيروح افراح؟ لا ممكن دي ممكن مره تشوفيها بقى في السنه. ما انتوا الاثنين بتعملوا افراح وانتوا الاثنين بتعملوا ممكن تشوفها في السنه. ممكن تشوفي عمرو دياب مثلا في فرح في السنه. طب انت تتابع عمرو دياب يا بيكا؟ يعني نزل شريط سوريا، نزل البوم زي ما بيقولوا دلوقتي. سنجل جديده بتسمعه وتحرص انك انت. وعاوز اقول لك على حاجه، معلش هو عامل اغاني ممكن يقعد لحد 100 سنه يقعد ينزلها. هو مش انت هو مفكر لما هو بيجي ينزل البوم جديد هل الالبوم ده هو لسه شغال عليه؟ الالبوم ده خلص من 5-6 سنين فاتوا. مين من الجيل الجديد ممكن يعمل نجاح عمرو دياب الهضبه؟ من انه جيل؟ الجيل الموجود دلوقتي، الناس اللي بتغني دلوقتي، اي مغني من انه غنى؟ اللي زي عمرو دياب. اللي زي عمرو دياب ما في تامر حسني. بيعرف يحافظ على النجاح يعني 35 سنه؟ ما هو في نجاحه برضه. في نجاح الهضبه؟ مكمل. هيفضل كده لغايه ما يوصل بعد 35؟ يكمل. وانت بتسمع تامر حسني برضه؟ عشان الناس دي ما الناس دي لها جمهور. الناس دي لها جمهور بقى كبار وشباب واطفال ليها جمهور. طب مين تاني غير تامر حسني؟ مين تاني غير تامر حسني؟ لا في ناس كتيره. قول لي اي حد تاني. لا عشان مش عشان ما اقولش اي اسم حد غلط، بس في ناس كتيره يعني على القمه. بس يعني الهضبه لا هو في حته تانيه. الصوره الجايه محمد رمضان، هتقول لمحمد رمضان ايه؟ ده برضه معلش ده برضه ليه حته تانيه برضه. يعني ناس تاني وليه جمهور تاني. يعني ده ممكن يتحط مع حته ويجز. بمعنى ان كلامه مش بيتفهم؟ لا ولا في النجاح؟ في النجاح. طب انت نجاحه ده خطف منكم بقى النجوميه بتاعتكم، سحب منكم البساط من تحت رجليكم شويه؟ لا. خد جزء. احنا نجوم برضو، احنا نجوم ولينا ناس ولينا شعبيه بتسمعنا بس هو برضو سحب جمهور كبير. هو جمهوره جمهورنا. ما هو ما تنساش هو لو هو كان بدا في الغنى بس ما كانش اتشاف. يعني هو لو كان محمد رمضان ده جه كده قال لك انا هغني من قبل ما حد يشوفه في التمثيل ما كانش اتشاف. يعني التمثيل خدمه قصدك؟ طبعا كتير كتير. طب وانت ما تجيش بعد نجاح الاسطوره وبعد نجاحات المسلسلات دي. انت لو جيت وعملت اغنيه هتنجح. طب انت ما فكرتش تمثل مع انه بقى بيقولوا عليك مؤدي تمام ويلا بينا نمثل قريب باذن الله قريب. قريب؟ مفاجآت يعني. انت عندك مسرحيه مفاجاه كده صغيره قلت اقولها لك في النص. مفاجاه دي اللي هتبتدي بيها باذن الله. امتى؟ لسه مش عارف، بس قررت ان انت تخش المجال ده. مجال التمثيل والمسرح، واخدت تدريبات وورش وكده ولا ابتديت انت بموهبتك؟ انا موهبتي. انت وموهبتك.
زي كده المهرجانات. انا وحظي. انت وحظك. الصوره اللي جايه بقى مصطفى كامل. طبعا الزعيم ده، ده حبيبي ده. حد كويس، حد محترم، ومش بيحب يقطع اكل عيش حد خالص، وواقف جنبنا، هو اللي جاب لنا حقنا، وهو اللي رجع لنا كرامتنا. يعني هو انت بتحبه بقى، انا متهيألي كده انت بتحبه عشان هو بقى فتح تاني الباب للنقابه للمطربين بتوع المهرجانات، ورجع بقى الناس تاني تاكل عيش. من قبل ما انا مغني كان في بتوع مهرجانات، هو فتح لهم برضو الطريق. يعني مصلحتكم قصدك ان هو كويس عشان مصلحتكم، ولا هو كويس عموما؟ لا هو حد، هو حد نقيب للمسلمين، هو حد محترم. كفايه اللي انت بترن عليه في اي وقت بيرد عليك. لو اي حد تاني يقول لك انا ارد عليهم ليه واكلمهم ليه تقعد ترن كانك بترن، لا لا. ده في اي وقت رن عليه يفتح عليك، 3 بالليل، 4 بالليل، 5 الفجر، 6 الصبح، 7 الصبح، 8 الصبح. يعني دي حاجه كويسه احنا ما شفناهاش دي خالص. ان انت ترن على نقيب يقوم لك من النوم يرد عليك.